مشاهدي متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد من ضواحي الدار البيضاء، وبالضبط من منطقة بوسكورة. هذا المباشر اللي غادي نقول لكم من خلاله المعاناة ديال واحد الزوجين، اللي الزوجة كتبلغ حوالي 56 سنة. هذه شحال هذه باش جا هذا المرض؟ هذه حوالي واحد سنتين تقريبا تصابت بمرض السرطان في الوالدة. السيدة كيف قالنا الزوج ديالها كانت عادية، كانت مزيانة، ما كانتش كتولد داكشي ديال الله، ولكن كانت في الصحة ديالها كانت عادية. هذه عامين تصابت بهذا المرض الخبيث. غادي يحكيو لنا المعاناة ديالهم ديال هذه المدة ديال عامين، وشنو خاص السيدة باش إلا كان شي محسنين يتطوعوا ويعاونوا هذه السيدة لوجه الله في هذا الشهر المبارك. تفضل الشريف، عاود لنا هذا المشكل كيفاش بدا من النهار الاول. المشكل سيدي هادي شي عام ونص بازيد صابت بهذا المرض هذا، هبطنا ل 20 غشت، دوزنا بلوينا التصاور، قلنا تصاوبنا التصاور، تصاوبنا التحليلات، تصاوبنا، صيفطونا لواحد الورق لمراكش للسبيطار محمد السادس. دوز قالوا لنا ما كايناش واحد الاله، هنا عرفنا ديك الاله كاينه في مراكش. مشينا دوزنا، ملي جينا لاحونا حتى لشهر 7. شحال وانتوما جالسين في مراكش؟ قلت لي شحال المده ديال 60 ريال ديال المشي والمجي والطيلات، وحنا غاديين جايين ملي صوبنا الاوراق. واخا شحال وانت جالس في مراكش؟ كنمشي وكنمشي كنباتو في الوطيل في مراكش وفي العشية ولا غدا في الصباح كنجيو، ومدة ديال أربعة ديال المرات. عد دوزتو في هاديك، دخلتو لهاديك لاباغي دوزتو فيها؟ دوزنا فيها نعم. ومني جينا لاحونا حتى لشهر 7، والمرا ما كتخلينيش الناس. كنعاني بهذا المرض. هي كتحس بشي حاجة، شي ألم؟ كتحس بالألم في الوالدة. كتبقى تغوت بالليل؟ تعوت بالليل نعم. مشيتو عند مستشفى بن رشد قلتي لي؟ رجعنا عاودنا شنو وقع في مستشفى بن رشد؟ مستشفى بن رشد قالوا لنا سيروا حتى لشهر 7. شهر 7 بزاف، راه ثلاث شهور كتعاني من المرض بزاف. ما عرفت ما قلت ما ندير انا دابا عامين وحنا غاديين في هذه المحاولات. اخر طبيب مشيتو عنده قال لك خاصها عمليه ياك؟ نعم. عاودنا كيفاش مشيتو عند الطبيب؟ شنو قال لك؟ كيفاش قال لكم خاصها عمليه؟ خاصها عمليه ديال قال لك خصكم نصيفطكم حتى شهر 7. ولكن السبيطار ديال الفلوس قال لك، مشينا عند واحد الطبيب الاخر ديال الفلوس قال لك العمليه كدير 2 مليون ديال كلينيك ديال غير ديال المخزن. هذاك الشيء اللي غادي ديروه في السبيطار الا بغيتي ديروه في المصحه بجوج المليون. نعم هاكا تفضل. وجد المليون ما عنديش في الاستطاعه ديالي، بقيت حاير. هادشي اللي كاين. واخا عاودي لنا الشريفه، باش كتحسي انت؟ باش كتحسي؟ كنحس ولدي بالالم تحت البطن ديالي. عندي الخروج ما تنخرجش. وسميتو ما كناكلش، عندي الشهيه، فقدت الشهيه، ما بقيتش كناكل. الحالة ديالي تدهورت بزاف، مبقيتش. عندك شي تصويره ديالها كيفاش كانت قبل ما كيف قلت؟ لا مكيناش، كاينة في هذا. كاينة في الصويك الصغير. ملي كانت تمشي عند الأطباء الشريفة شنو كيقولوا لك؟ ما ديرهاش، حريق. كيجينا الحريق ما تناعش، الراجل ما كيخليش ينعس. ما بقيتش كناكل، ما بقيتش كنشرب. ولات حالتي، ما بقيتش، ما كاينش اللي يشقى ليا. ما عندي لا ولاد لا والو، عند الله سبحانه وتعالى والثوم. واش اللي فينو دي هكا؟ كيفاش شديها هكا؟ كيفاش كنتي قبل ما تصابي بالمرض؟ كنت حناكم واش ودا بحال شي، وانا بنورج ما نقدرش عليك. شحال ديال رانديفو واسعيت، كاين رانديفو اللي كيعطوني فيه 3 شهور 4 شهور، ملي كنكملو كنلقى راسي تزاديت في المرض والالم كيزيد وضعفت بزاف، ما كناكلش. دابا انت مباشره على قناه شوف تي في، شنو تبغي تقولي للمحسنين اللي بغاو يعاونوك؟ كنقول للمحسنين الله يجازيكم بخير، الا كاين شي محسنين الله يسهل عليكم، والله يصلح عليكم وليداتكم، والله يبعد عليكم كل مرض، والله يعطيكم صحياتكم، راه الصحه هي كل شيء، راه الصحه كل شيء، على الصحه
الانسان كلشي كيزال الصحه حتى حاجه ما كدوه الا الصح سبحانه وتعالى. كيقول لك الله سبحانه وتعالى كيقول لك كلوا واشربوا واسمعوا، ولكن ولدي انت كتشوف في حالتي ما هي بغيت صحيحتي ولي، بغيت صحيحتي واللي بغى يعاوني الله يجعل صدر ربي يصلح لي وليداته والله يعاونه والله يعطيه صحيحته، نتمنى لهم الصحه هي كلشي. اذا كيف شابتو معنا اعزائنا المشاهدين ومتابعي قناه شوف تيفي هاد الاسره؟ انت كيف قالنا الزوج ديالك ما كتولديش؟ لا ماما. شحال نتوما مزوجين؟ 25 عام دابا. 25 ديال الزواج وما كتبش الله الوليدات؟ ما كتبش الله داكشي ديال الله. الله سبحانه. كيف كتابعوا معنا اعزائنا المشاهدين ومتابعي قناه شوف تيفي هاد الاسره الزوج والزوجه اللي تصابت بهذه المده ديال سنتين؟ هذه مده ديال سنتين تصابت بهذا المرض الخبيث، كتطلب المساعده ديال المحسنين. رقم ديال المساعده غادي حافظ رقم ديال التليفون ديالي. حافظ رقم، قلنا سيدي رقم على المباشر، رقم ديال اللي بغى يساعدكم شي حد. 0657 19 08 07. عاودوا 0657 19 08 07. إذا كيف تابعتوا معنا أعزائنا المشاهدين، كان هذا هو رقم ديال هذه الأسرة اللي بغى يساعدها، رقم غاتقال على المباشر، غادي نعاودوا نكتبوا حنا، يطلع كأول تعليق ديال قناة شوف تيفي. الزوجة كتعاني من مرض خبيث ديال في الوالدة، ما عندهمش وليدات، الحالة الاجتماعية ضعيفة هشة. إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.